بنوع واحد من البسكوي غتخرجي 4 ديال الاشكال، وكل شكل المذاق ديالو والبنه ديالو ومنظر غيحمر لك الوجه قدام العائله ديالك وقدام الصديقات ديالك. والمذاق كيحمق وتجي معلكه وهشيشه ورطبه وكتذوب في الفم، وغتعجب الكبير والصغير وليداتك، وغتعجبك انتيا بزاف بزاف بزاف. واقتصاديه وماشي مكلفه. خليك معايا حتى لاخر الفيديو باش نتعرفوا على المقادير. حبابي وحبيباتي، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي، واللي غيتفرج في هذا الفيديو دابا حاليا كيشوف هذا الفيديو كيستمع فيا، كنقول له سير الله يعطيك ما تمنى في هذه العواشر، والله يبعد عليك ولاد الحرام وبنات الحرام قد ما بعد السماء على الارض يا ربي. نتمنى انكم تكونوا مزيانين وتكونوا وليداتكم ومعز عليكم بالف خير يا ربي. اليوم كما شفتوا بسكويت واحد غادي نديرو 4 ديال الاشكال، وكل شكل والمذاق ديالو، واخا بسكوي واحد. بغيتو تعرفوا كيفاش؟ خليكم مع الفيديو. هنايا يا اخواتي عندي زوج بسكوتشوس، زوج ديال البسكوي هذا النوع، هذا هنا سميتو بسكوتشو ماريا هنايا، ولكن في المغرب راه كاين الحمد لله. غنشدوه وغندقوه اولا نطحنوه كما شفتو، ما ردوهش غبره كما شفتو. انايا بحال غير راني مهرمشاتو. غادي نزيدو عليه الحليب المركز المحلى، ما غاديش نقدر نعطيكم الشحال يعني، ولكن من تجمع لكم العجينه من تجمع لكم المقادير بنسلي، حيت غنجمعوه غير بنسلي هذا غادي صافي ما نزيدو والو. المهم كما شفتوا دابا درت 3 على حساب هكا 3 مهم ديال المعالق، وكنخلطهم هكا مزيان يعني، تندخل الحليب في البسكوتشو ديالي، وغادي نزيد عليه القوقاو المطحون. حنا كنقولوا قوقاو، المهم بزاف ديال الناس كيقولوا لنا راه كاوكاو ماشي قوقاو، نقولوا حنا الناس ديال الشرق كنقولوا قوقاو. ندير 3 د المعالق ديال القوقاو مطحون، موجود حتى في المغرب كاين، هنايا كاين في ليدل رخيص بزاف. مهم جمعت العجينه كامله وزدت يعني زدت 2 معالق كبار مزيان عامرين مزيان من القوقاو المطحون. صافي غادي نخلط هذا الشيء مزيان البنات كما كتشوفوا، حتى ندخل الحليب المركز المحلى مزيان مع القوقاو ديالي ومع البسكوي. واو صافي كي تجمع، واخا تشوفوا هكا مفركت صافي كي كتجمع وتكور واحد شويه صافي. المهم البنات صافي قسمتها على 2، الاولى كورتها هكا كما شفتوا يعني كما خلطت معكم الخليط الاول كورته، والخليط الثاني غنزيد عليه الكوك، غادي نزيد عليه الكوك وغنجمعوه حتى هو بالحليب المركز المحلى. درت على حساب كاس ديال العنبه كبير هكا، كاس ديال العنبه كبير. صافي غادي نخلطهم مزيان مزيان مزيان. غنستعمل يدي نخلطهم بيدي باش نخلطهم مزيان. صافي ها هي البنات شوفوا كما يعني صافي كي كتجمع صافي، واخا تكون مفركته عليكم يعني ماشي خصكم تجمعوها كما كتجمعوا زعما الحلوه العاديه ديال الفران، هذه صافي غير كتكور لكم صافي. انا صافي راه كورت الشيء الاخر يعني ديال الكوك، غادي نمشيو هنايا التزيين. شنو عندنا في التزيين؟ عندي الشكلاط كحله مذوبه، عندي نيستلي، عندي رقائق الشوكولاته، هنايا عندي القرقاع مهرمش وزلجلان مخلطهم بزوج، هنايا عندي الكوك كما كتشوفوا. في الطبيس الاخر خديت شويه من الكوك وشويه من رقائق الشوكولاته وشويه ديال الخليط ديال الزلجلان والقرقاع. دابا البنات غادي نمشيو للتزيين. واحد النقطه مهمه البنات، هذيك الخليط الثاني اللي درنا فيه الكوك هذاك من غندوزوه في الشوكولا اولا في نيستلي، ما ندوزوهش في الكوك عاوتاني، فهمتوا؟ يعني نديروه في داك الخليط ديال القرقاع المهرمش وزلجلان اولا في رقائق شوكولاته اولا في الاخر اللي راني مخلطه شويه من الشوكولا وشويه من الكوك وشويه حيت فيه الكوك لداخل والكوك على برا، يعني بغينا نبدلو شويه المذاق.
ماذا بيكم الى درتو هذاك اللي فيه الكوك مع النيستلي، مع نيستلي، وديروه عاود في الكاوكاو، في القوقو او لحاجه اخرى، عرفتوا؟ ها هو هذا هو ديال الكوك، عرفتوا؟ ديروه في نيستلي ودوزوه في الكاوكاو او لا في رقائق الشوكولاته. عرفتوا المذاق كيفاش؟ المذاق ديالو بحال رافايلو، نيشان المذاق ديال رافايلو، ناقصو غير لوز من الداخل صافي، ولكن فيه الكاوكاو. حيت الكاكاو اللي درت راه ما مطحونش مزيان، فيه الكاوكاو يعني مرصوات. ودوزو عاوتاني في الكركاع وزلجلان، اقسم بالله يا البنات في المذاق ديال رافايلو، نيشان رافايلو، غديروه ودوقوه وردوا عليا. يعني اش غادي نقول لكم، يعني كيجي واعر. مهم كما شفتوا كل واحد يعني. ومثلا دابا هذا درته في الكوك، الاخر ديال الخليط الاول عاوتاني حتى هو غادي ندوزوه عاوتاني في نيستلي ونديروه في داك الخليط، خليط مختلط هذا ديال شويه من الحاجه. صافي البنات، نتوما مع الطريقه ديال التزيين. وكيجي يعني شنو نقول لكم، انا يام درتو اليوم يعني، باقي عاد يلاه ما جمعتو، باقي فاش قدمتو راه مغطياتو غير بالسلوفان، خاصني عاد نديرو فواحد الصبيره. راني كاليا يمكن شي 7 ولا 8 ديال الحبات. المهم البنات هكا كيجي في المنظر، في الشكل ديالو، وكيجي لذيذ والله يا البنات. راه كل وحده والمذاق ديالها، كل وحده والطعم ديالها، كل وحده يعني لو كان تمشيو لشي دار وكي واخا سيدي كان تجيو عندي انا زعما نحطها لكم، زعما مرحبا بكم. عندي ونحطها لكم، ما غاديش تعرفوا واش يعني غير خليط واحد وخرجت منه هادشي، والله ما تعرفوا، حيت المذاق مختلف. وشوفوا كي كتجي رطبه ومعلكه من الداخل. هذاك نيستلي هو اللي كيعلكها، كتجي معلكه ورطبه وهشيشه، ومع هذوك كسميتهم دوك التروسيت، هذوك القطع، هذوك المرصوات ديال القوقاو وديال عاوتاني الكركاع، مع المذاق ديال الزلجلان، مع الحلاوه ديال النيستلي. شنو نقول لكم البنات، الشكل صراحه ومنظر، حتى المنظر صراحه واعر يعني، عجبني بزاف. اوكي البنات، هذا الشيء هذا اللي عندنا، نتمنى ان تكون عجبتكم الفكره ديالي، هذه مجرد يعني فكره، نتمنى انها تكون عجبتكم. ومن هذا الشيء كامل نتمنى انكم ديروها وتجربوها وتقوها وتاكلوها، وتخليوا لي في الكومنتار لتحت قولي لي نورا راه حنا جربناها وراها جات واعره كما قلتي لنا، وديال الكوك درناها في نيستلي وجات بحال المذاق ديال رافايلو كما قلتي لنا. نتمنى انكم تجربوها في هذا العيد هذا. مهم ما تنسونيش بلايك وباشتراك في القناه، مازال ان شاء الله نعطيكم بزاف. كما شفتوا انا القناه ديالي متنوعه، كندير فيها بلوغات، كندير فيها مواضيع اجتماعيه، كندير فيها اي حاجه درتها في حياتي، اي حاجه. ومازال عندي مواضيع شيقه بزاف بزاف على حياتي، مواضيع ماشي مواضيع يعني، داكشي غنديروا فيديو و يعني شنو نقول لكم، بغيت نشارك معكم واحد الحاجه اللي في حياتي تسنيتها بزاف بزاف ديال السنين، ونتمنى تحقق في اقرب وقت، وغادي تحقق ان شاء الله. بغيت نشاركها معاكم، وغادي تكون كما نقولوا قنبله اليوتيوب. نتمنى يا ربي ما تنساوش تشتركوا في القناه باش اي جديد ديالي يوصلكم، وكونوا متاكدين راه اي حاجه كنجربها، حتى كنجربها عاد كنديرها معاكم، ما نقدرش نعطيكم شي حاجه غير سامعه بها ولا غير شايفينها. ومواضيع اجتماعيه عاوتاني كنتحدث بكل صراحة وبكل طلاقة، وكنقول يعني داكشي اللي واقع واللي كاين، وكان ننصحكم من قلبي حيت عزاز عليا وبزاف بزاف بزاف، ودرت هاد القناة باش نتواصل مع الناس الزوينين بحالكم. سمحوا لي الا كثرت في الهضره، نتمنىكم تجربوا هاد الحلوه السهله وبلا فران،
بلا حتى شي حاجة. الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحة، مع السلامة، باي باي.